هيكونية خيصة دكتور محمد عثمان الخشت نحو تأسيس. وعايزك تعرف بقى أهم حاجة، إن عدو الخير يستخدم أشرار. إخواتي حبايبي أبناء الملك، عصر ديني جديد، هل هذا الكلام الذي تقوله في هذا الكتاب؟ تعتقد أنه مطلق ولا تشك فيه؟ أنا مستعد أختك للشيخ الطيب وأعرفك عليه. ويدخل الإنسان من باب التشكيك مع عدو الخير من الجزء الحربي. لا وانا الاجابه انا سأسأل هرد هرد. احنا محتاجين لكتب اكتر، لمكان اكتر، لفلوس اكتر. الشيخ طيب ما يقدرش يعمل حاجه ليا ولا ليك ولا لاي حد. انت اتجننت يا ناديه؟ انا ما اتجننتش ولا حاجه. العالم هو اللي اتقدم في العلم وفي كل حاجه، كل حاجه اتغيرت وانت لسه واقف مطرحها. حتى ده اتغير، ده مش قمر يا احمد، ما بقاش قمر زي ما كنا فاكرين، ده بقى شويه صخر الامريكان داس عليه والروس داس عليه واحنا بكره هندوس عليه. انت مجنونه كفه. دي حقيقه يا احمد مش كفر، انت اللي مش عايز تشوف. شوفها يا احمد، شوفها عشان تلاقي احنا حتى بعد الاعتراف بيلاحظوا الحاجات دي في وسط ولادنا وعرفات. وده على فضيلتك بعد ما تخلص. انا هرد على فضيلتك بعد واحد بيشوف في اي حاجه. وتلاقي احيانا الحرب دي تزيد. ريح نفسك، ريحنا وريح نفسك. هو دخل في بدايه خط الفلسفه، ولو دخل في الفلسفه وقرا كتير فيها عقله هيتعب. التعليم الحقيقي هيطلع شخصيه صعب السيطره عليها. ما هو كلامي انا بس. بهذا الاسلوب نحن اليوم نؤمن بالعلم ونستقيم بالعلم. عايزين نرد دلوقتي يا استاذ اللغه العربيه، هذا سؤال ليس وانت بتمارس اي عمل روح يعني فاكر تجيله كده يجي حقيقيا ليس سؤالا، في سؤال حقيقي في سؤال كده شكيك في ودانك يقول لك الكلام ده معقول هو ده بيحصل تيجي تقرا كذا. هذا سؤال تقريري لي انا ارد عليه. نحن اليوم نؤمن بالعلم ونستقيم بالعلم. نحن الامه وانت رايح. ان كنت تعتقد حضرتك ان هذا الكلام تتقدم للاسرار يجي شكيك بافكار، عشان كده من فضلكم مطلق فقد سقط رزق. احذروا من الناس اللي بتبلبل العقول. اخاف اعيد تكريس حقوق الدين على حقوق الانسان. الجريمه هذه جريمه اجتماعيه تشترك فيها الكنيسه والازهر. اتمنى ان انا اكون بقول بكده اسفانا والاستاذ احمد يظهر ويديني سؤال تاني قبل لو في مليون على وان كنت تعتقد انه مشهور خلي على كده مش مظبوط وعمليه. لا انا خلاص انا ودي فيه فارجو حين تتاكد اهدي الي كتابك. خليني اشككوا في المسيحيه وطبعا عشان يصادق يقول لك ايه ده البابا فلان والقس فلان والكاهن فلان والشماس فلان وناخد من تسجيلاتهم ونزعها ونجيبها لك. ثم اسال حضرتك عشان يشككك اكثر وقت بيعتمدوا على ايه؟ ياخد كلمه في الوسط. ايوه في في عذاب لكن وانسان كان ولا كان بلا خطيئه. بلا خطيئه عارف بشهاده عدل صح يا عمدا؟ عدل هذا صحيح. نحن نقطه ثم اسال سيادتك ياخذ جمله ويقطعها من السياق بتاعها ويفضل يشكك فيه. لا 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 ولا يا اخواتي الاحباء كن قويا واعرف ان الايمان
من فضلك من فضلك يا اجلس يا اللي انت عايشه النهارده من ايام ما تسلم الكنيسه من 2000 استاذ بص اجلس الايمان افضل الايمان سنه ايمان ثابت وقوي وثبت اساس الكنيسه هذا يعني النظر حتى لهذا اسمعني بس افضل الايمان الايمان له اساس مش شويه هوا هيوقعوا المبنى والله هذه محاورتك هذه محاوره انا خالص ويا ما طلع ناس ويا ما قالوا كلام ويا ما فروا على ناس في بيتك وبين ابنائك اسمع بس انت افتروا على كل حاجه والنهارده بقى عشان الميديا سمعني يا فضيله الايمان فانا لو سمحتم هات اسمح لي ومواقع التواصل الاجتماعي وعشان الافلام القصيره بتاعتي او دقيقتين هل تسمح لي فضيله الايمان خلاص وعشان يطلع لك ايه كده ويزن على ودنك ويزن على عينك اه اسمح لي عباره عربي كن نصح كن عاقل اكرر واقول لا يوجد سوى اتفضل اتفضل المسيحيه ليس له اجابه مفيش مش هيجي بتعمل حضرتك تصدر علي ما تطلب انا مش بصدر ولا حاجه انا بس هفضل يختار اختراعات ويقعد يشكك في حاجات وعقائد عايز اعرف الكلام انت ولا لا انا عايز اقول ان في سوء التباس وايمانيات ثابته في الكنيسه بقى لها 2000 سنه بس عايز اقول لك برضه حاجه في قياس للحضر على الماضي اتفضل قد يكون بس انا وبينك اوعى تكون انت مؤمن في حق نفسك اوعى تكون انت مؤمن بيني وبينك احنا يعني حضرتك يعني حولتها المعركه بين حق نفسك يعني ما تقراش ما بتذاكرش ما بتعرفش اطلاقا انا ما حاولتش والله انا باخد من كلام سيادتك اهو ما بتسالش ما بتفهمش ما بتكتبش عندك والاول يا باعي اذا كنت بقى شخص فاضي الهوا هيلعب بيك انت ما بتذاكرش انا احنا في الزمن ده واللي فيكم بيقعد على السوشيال ميديا في كده 2 3 طالعين في المقدر جديد وعمالين يشككوا في المسيحيه اذا مكاري ونام بيطلع شاطي بالظبط كده وعمالين يشككوا ويشككوا باستهزاء مش هتعرف تصدق لما تجيب مية صافي ولازم تكون مية صافي وتحطها في المطافي وتحط كده بالظبط كده بالظبط كده بلبطه بلبطه وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر برافو عليكم انا مبسوط جدا لان مية صافي مع المطافي وتحيا مصر بالظبط كده وانكح المنطق بقى انكح المنطق شكرا واستغفر الله لي احنا غالبا مجانين ده مش غالبا ده اكيد احنا غالبا مجانين ده مش غالبا ده اكيد قول يا سلموني قول المعجزه اللي حصلت مع انا سلمون بنتي لما ماتت جوه اوضه العنايه المركزه في مستشفى الساحل التعليمي هو منين يسوع شغل وجه البابا كرولوس دخل لما طلبناه قدام العنايه المركزه دخل بالصليب وحط ايده على راس البنت وقومه في الحال بعد ما ماتت بعد ما دكاتره قالوا لي خلاص خلاص الموضوع انتهى وبقيت في حياتك المسيح هي المسيح مش احنا غالبا مجانين مش كفايه اول حرب المسيح هو الحرب شكلهم مش هيكره ها ما همنيش كلامهم طلقت بابا كرولوس معاه 4 ايديسين تاني بس وكلته هو دخل بابا كرولوس وحط ايده على راسها قدام دكتوره غير مسيحيه وهي اللي حكت لي هذه الموجوده في ساعتها انا بقول علنا اهو بحقائق احبائي وقامت البت والحمد لله بقت زي الفل ودخلت كليه تعليمها انجلش وخدت كليه تجاره انجلش وجوزت انجلش لا طبعا جوزها واحد مصري ربنا يحافظ عليها يعني هي وابوها واولادها على رأي حضرتك يعني وانا لما مت برضه انا كمان يعني انا مت بس في مستشفى الراعي الصالح اللي هنا في شبرا جنبنا خدوني من هنا على المستشفى ومت والقلب وقف وشايف يسوع عشان كده هو بيقول انا عارف انك في مشكله لكن انا وباستفزاز بس ما بقاش بيتعلم وما قاعد اي حد جوه انا قدام الدكتور هاني والشخص ده لو خرجت منه هيعمل في بلاده الامر بعد كده موضوع واحد وبس اثنين بس كده نقطه وهيخلينا مسخره ففي واحد ما يبوش اثنين ما حصلش انت مالك من جحيم ايوه انت مالك من جحيم قول انت انا الشيطان انا عدوك وعدو انا طبع صوره عندي للانبا والناس صغيره كتبت كده كاتب عليها من ورا العياده الخارجيه تصدق لان انت محتاج روح قدس فالروح القدس بتيجي كده ميه صافي تحطها فين في ازازه كده اخد بالك و
بلبطه بلبطه بالظبط كده. العياده الخارجيه السيده العذراء ام كل المعجزات، شهيد ماري جرجس شرطه اخراج الشياطين، ابونا ياسر ميخائيل امراض الكلى والحصاوي وكده، الاشياء المفقوده، قديسه بولينا امراض الاسنان، القديس تيتوس ليه لان الجو حر، بلطجه بلبطه بلطجه بالظبط كده. عشان تعرف بقى المعجزات بقى تقول لك تينا وتدفع عليها وتحط على العد تتشافع بالظبط كده. الرسول امراض العظام، برسوم العريان عضه الثعبان، ام بشور رئيس المتوحدين رصد العقارب، يعني لسته الطفله بيخش المستشفى ويلاقي اجنحه كده هنا كذا هنا كذا، فاحنا عاملينها برضه دليل للراغبي الصلوات والبركات. انكح المنطق، واحنا المقدس دي مقدس بقى، نكاح مقدس، نكاح مقدس بالمنطق بالظبط كده. ازاي ايه اللي انت بتعمله في المملكه؟ الشياطين شيء خطير، اسمع اوعى تستهين. ازاي بتدخل الناس مملكتك؟ مش معايا كله ده، كل النهايه بس ليه ما كانش لما تسمع مني جدع. كل الشياطين مختلفه بالاجسام. عايزك تعرف ان مسيحيتك عمرها 2000 سنه، وعايزك تعرف ان مفيش سؤال في المسيحيه ملوش اجابه، ربما انت ما تعرفش الاجابه لكن له اجابه. وعايزك تعرف ان تاريخ المسيحيه ظهرت هالطاقات اشكال والوان وكلها راحت التراب. الكل يسوع ما في حاجه بتلتزم بكلمه دي. كان اختاره وعجزته، راح عند اعظم دكاتره على مستوى عجزته وموقفته. هم هنا عند اعظم طبيب في الكون يسوع المسيح، وعمالين يشككوا في المسيحيه، وعمالين يشككوا ويشككوا باستهزاء. مشاكلهم انتهت. خلاص شبابك اهلا بس بعد تليفون بس لحد كده. جوزك بيجي له حاله من الغضب شديده جدا في البيت، ولما بيجي يغضب بيبقى عايز يكسر كل حاجه في البيت. مالك يا شيطان انت تهب وبيضربك؟ مش هو اسمي يسوع المسيح روح القدس هو اللي كشف لي ده، مش هو زي ما انت شايفه الشياطين. انت بتعمل على حاجه زي يا بنت خالتي الشياطين. انت اخترق من النور الحقيقي. لكن يكون شخص تقيل اساس الكنيسه وثابت ولا اي حد يلعب بيك ولا يقول لك افكار وكانه كشف اكتشاف. قبل امبارح كنت تعرف حاجه وبيختاروا ناس او بيحطوا ناس والامور هي يا اخوه بتتعمل بدراسات علميه، يعني
يفضل يشتكك لغايه ما يوقعك. ضمن له عمله ايه؟ من الناس اللي بيقوموا بالحكايه دي جاب رقم تليفون تاهي المكان واتصل بيه الساعه 6 الصبح، ابونا كان ساعتها نايم، فابونا فتح التليفون لاي حاجه تخص خدمته، فصباح الخير يا جوز ابونا. جوز ابونا بصعيدي عشان يعني يظبط. ازاي صحه؟ كان عندي سؤال وراح اساله سؤال عقيدي كبير. ابونا لسه صاحي وقيل ارتاح عليه مش كده برضه؟ اه يعني. فطبعا ابونا في دارك كان بيسجل. انتبهوا للكلام ده. انتبهوا. ما تبقوا شويه ريش في الهواء رايح وجاي وانا بخاطب شبابنا وشبابنا. انتبهوا للكلام ده. والعالم كله فيه مضادات لكل شيء. فيه مضادات لكل شيء وفي نشر الفكر الخبيث بكل صوره. طبعا انت لما بتتفرج عليه او بتشكك وتكون عملت له لايك ولا عملت له شير ولا عملت له اي حاجه بالشكل ده وزودت الناس اللي بيشوفوه وبعدين تروح تكلم علشان جاب لك حاجه تشكيكك في صوره سؤال وكانه اكتشف وكانه بيجيب من ديله وانه يعني هيخترع اختراع جديد. من فضلكم من فضلكم ثبت اساس الكنيسه، ثبت الاستناره في العقول. ما تنساش ان الروح القدس في يوم جاب واحد عشر وحوله تلميذ للمسيح اللي هو متى الرسول، والروح القدس جاب واحد صياد، صياد يعني معرفته محدوده ما اعرفش بالسمك والميه، جابه وحوله انه ينطق بالالهيات. وما تنساش ان الروح القدس جاب مضطهد للكنيسه اسمه شاول الترسوسي وحوله الى كارز وعملاق وشهيد. ما تنساش. روح بعيد ليه؟ روح بعيد ليه؟ كنيستنا من كذا سنه كذا سنه وعلى مرأة من العالم كله قتلت 21 شهيد سميهم شهداء ليبيا. شهداء ليبيا ودول شباب زي ورد طالع من قريه صغيره جدا امكانياتهم محدوده للغايه لكن ايمانهم ثابت، ثبت اساس الكنيسه وباستشهادهم ثبتوا اساس الملايين